ممكن اقول لكم برضو على طريقه المكرونه بالبشاميل، سهله جدا برضو. هسلق المكرونه، مش عايزه اسلقها في نار مش سليق كامل، يعني تبقى شويه نيه ما تبقاش مهريه عشان لسه هتكمل سواها في الفرن. هعمل كمان طريقه البشاميل، هجيب زبده وهحط دقيق على مقدار اللي انتوا محتاجين قد ايه في المكرونه، وبعدين هقلب الدقيق في الزبده لغايه ما احس ان الدقيق بقى ليه ريحه كده، ريحه ان هو بيستوي، بس طبعا مش هحرقه طبعا على نار واطيه. واكون انا مجهزه اللبن، انا بحبه يكون سخن، وبكون مجهزه شوربه شويه بشويه بشويه شويه لغايه ما البشاميل يفك، بس لازم مع التقليب المستمر. طبعا بجهز الصينيه، واكون انا طبعا معصجه اللحمه المفرومه، بصله وطبعا لحمه مفرومه، حبهان، حطي الفلفل الاسمر، شويه قرفه، جوزة الشيب على اللحمه المفرومه بتحبها طبعا، وبعدين تحطي اللحمه المفرومه، المكرونه بحب قوي اكون بقلبها في البشاميل الاول مع لحمه مفرومه برضو. احط بقى في الصينيه اللحمه المفرومه، احط المكرونه الاول، وبعدين احط رق اللحمه المفرومه، وبعدين احط المكرونه، وبعدين احط البشاميل وعليه بيضايه وفلفل اسمر، وادخل في الفرن. سهله جدا جدا الطريقه، وان شاء الله نعملها قريب في الحلقه الجايه.